لما كنت بتكلم مع حضراتكم امبارح تيشيرت النادي الاهلي، والنهارده دكتور سعد شلبي مع المهندس عدل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي في مكالمه منذ قليل في البرنامج ملك وكتابه منذ قليل، اتكلم بمنتهى الوضوح. مدير تنفيذي النادي الاهلي اتكلم بمنتهى الوضوح مع الجميع وقال لهم هيحصل 1 2 3 4 5، اللي برضو مهم جدا ان جمهور النادي الاهلي، لانه لما انا اتكلمت مع حضراتكم امبارح انتظروا دائما الاعلان الرسمي، خلونا نستنى لغايه لما نشوف الاعلان الرسمي، ممكن حاجه ما تعجبش النادي، هو النادي هيسكت لما حاجه ما تعجبوش؟ ما هو لازم النادي له اداره روحها في جمهور النادي الاهلي وفي اسم النادي الاهلي، بتحب بتخدم النادي الاهلي عشان ولا حاجه، يعني ما فيش حاجه غير ان هم بيحبوا النادي وبيحبوا مصلحه النادي. فاكيد لو شايفين حاجه غلط هيقولوا ان هي وحشه، هيقولوا اكيد اكيد مليون في الميه، ولكن كل ما يقال في هذا الامر هو عاري تماما من الصحه. شكرا للمدير التنفيذي للنادي الاهلي على ايضاحه لكافه الامور، حتى لو كان هناك امور مش هتعجب البعض، مش هتعجب بعض من جمهور النادي الاهلي، ولكن في النهايه هي امور واضحه، هي امور واضحه واصبحت امور واضحه. فعايز حضراتكم تسمعوا المكالمة مرة تانية وتانية وتالتة ورابعة، لأنه في النهاية احنا عندنا مجلس إدارة يعلم يعني إيه اسم النادي الأهلي، ومجلس إدارة عارف كويس قوي 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 هو بيتحرك إزاي وهيتحرك إزاي في كل الأمور. ولو في حاجة مش عجبانة بالمناسبة نطلع نتكلم مع بعض ونطلع نقول ونسمع من حضراتكم، قولوا لنا احنا مش عاجبنا كذا ومش عاجبنا كذا. وصوت حضراتكم امبارح، حضراتكم اتكلمتوا من خلال برنامج البيت الكبير، من خلال اتكلمت مع المسؤولين، طلع النهارده دكتور سعد شلبي واتكلم في هذا الامر مع الملك وكتابه، مع الاستاذ ابراهيم منيسي والمهندس عدل القيعي. هذا هو النادي الاهلي، الوضوح دائما، الوضوح دائما. مفيش مانع ان احنا دايما نتناقش، ولانه الغرض الرئيسي هو مصلحه النادي الاهلي فقط لا شيء. محدش بينظر لمصلحته، محدش بينظر لحاجه، لا لا لا، ولا مكاسب شخصيه، معلش يعني هو كابتن خطيب هيكسب مكاسبه الشخصيه في اي حاجه ايه؟ عشان بس مهم جدا ان انا اتكلم مع كابتن خطيب تحديدا، لانه هو ده اللي بنسمعه على السوشيال ميديا من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، يقول لك ايه؟ اصل هو كابتن خطيب يعني ومجلس ادارته هم عايزين يودوا الرعايه مش عارف لمين، صاحب مين داخل من كلام، يعني بتقعد تسمع كلام والله العظيم ثلاثه انا بقعد اضحك. هل ممكن حد يقعد يالف هذا التاليف؟ هل ممكن حد يقعد، او انا اسف، هل ممكن حد يصدق هذا الكلام اللي باين جدا ان هو متالف؟ يعني انا داخل لي 10 جنيه اروح لشركه بتديني 8 عشان ايه ان شاء الله؟ مش فاهم، مش فاهم يعني، ما مش فاهمها انا، دي جديده عليا يعني. فالحقيقه الواحد بيسمع حاجات كتيره جدا. من فضل حضراتكم خلينا دائما ننتظر الاعلان الرسمي في اي حاجه، انا مش بتكلم على التيشيرتات ولا الشعار ولا على كذا، لا لا، انا بتكلم بشكل عام. دائما منصتين، مركز صفحه النادي الاهلي، مركز الاعلامي للنادي الاهلي، ثم قناه النادي الاهلي، الاثنين مع بعض صدقوني كل حاجه بتعرفوها من خلالنا، واي حاجه عايزين توصلوها للمسؤولين في النادي الاهلي بتوصل من خلالنا وبتوصل من خلال الصفحه الرسميه للنادي الاهلي، وبالتالي بنوصل للمسؤولين وبنقول لهم ان جمهور الاهلي متضايق من 1 2 3، والناس بترد وبترد بمنتهى الاريحيه وبمنتهى الوضوح. فدايما دايما جمهور النادي الاهلي هو المحرك الرئيسي في كل شيء. انا بس حبيت ان انا ابدا كلامي واشكر جمهور النادي الاهلي، او في المجموعه اللي كانت موجوده في امام حضراتكم في الكويت، وهي تمثل 70-80 مليون أهلاوي نفسهم يكونوا موجودين ورا النادي الأهلي في أي حتة وفي أي مكان. فشكرا جزيلا لحضراتكم على هذا الانتماء الرائع والدروس اللي حضراتكم بتدوها لنا كمحبين للنادي الأهلي. بالعكس، حضراتكم بتطلعوا وبتدفعوا من جيبكم علشان تروحوا تشجعوا النادي الأهلي، ما بتاخدوش حاجة أبدا من هذا التشجيع إلا حبكم وانتمائكم وسعادتكم إن شاء الله بفوز الفريق كرة السلة، إن شاء الله بالبطولة اللي راح يلعب فيها، إن شاء الله كل التوفيق. وهنجيب لحضراتكم كل ما يخص هذه البعثة والبعثات الأخرى اليومين دول أو الشهر ده تحديدا، في بعثات كتيرة جدا منتشرة في أرجاء أفريقيا
للنادي الاهلي، سله ويد بيلعبوا في تونس، والسله هتلعب ايه في الكويت ان شاء الله، بعد كام يوم هيبقى كره القدم هيسافروا ويلعبوا في تونس. فالامور الشهر ده كتير عندنا، وهنجيب لحضراتكم كل اخبار الفرق.